لا ما احنا مش داخلين سينما اصلنا، مستعجل على ايه؟ طب امشي طيب. اجري. رامبو. صف تاني. صف تاني وراك. صف تاني وراك. أهلاً. الحمد لله على السلامة يا كابتن. ده انت نورت السجن قوي. الله يسلم حضرتك، والله منور بيك. اخرس هوا، خافوا بقى من الكابتن ده، بيضرب رجالة الداخلية. شوفوا هيعمل معاكم انتوا ايه. انا بس ممكن اقول لحضرتك حاجة؟ اتفضل. هو حكم يعني مش ها؟ ايه؟ لعيب كورة، لعيب كورة دولي وواخد كاس مصر وبتاع، ما ينفعش اقف اتهزق مع الناس. لعيب كورة؟ اه. يا اخي اتكسف على دمك. انا ما كنت بسنك كنت بحارب الارهاب، مش لابس فانيلا وشورت وبزحلق على بطني في الاستاد. لا يا باشا انا مش بتزحلق، ده انا لما بجيب الجون بعمل ايه؟ بروح قالع وجاري على ال خلاص. اتفضلوا من هنا. يلا. على فين يا باشا؟ على عماد. عماد مين؟ اه عماد اللي بيزوق الاولاد. ده هينقرشك نقرشك. انت شفت عماد ده قبل كده؟ بنقرش حال. طب يلا خطه سريعه. اللي مسجون انت اهو. انت شفت اللي بعده؟ هو ده حلاق ولا سمكري اللي داخلين عليه ده؟ خلصوني. مساء الخير. مساء الفل. استريح. يعني بعد اذنك كنت عايز اخفف من جنب شويه. انت ما بتحلقش في كوافير نجلاء عشان تقول لي خف. نجلاء بتسلم عليك وبتقول لك اتوصل. طب وانت عايز نعمل لك ايه؟ اعمل لي فتله. يلا فتله. صلاة النبي، ده لموا المشخراتية كلها هنا. اخرس يا شلحف، عايزين ننام. شلحف؟ عادل مش ممكن، أنا مزنوق جدا وأنت بقالك ساعة في التويلت. سيت امبوسيبل، عيب قوي تبص عليا وأنا بعمل بيبي. أوعى. على فكرة اسمه تواليت مش تويلت. ده عشان انت فرنش، انما انا انجليش اقول تويلت. عشان كده عمرنا ما هنركب مع بعض ابدا. سلطان وي ميسيو. تغسلها بالديتول وما حدش يستعملها غيري، وخلي عينك عليا وانا نايم. تحب من فوق ولا من تحت؟ نعم. تحب تبقى من فوق ولا من تحت؟ ماليش. هو ايه اللي مالكش؟ انت عاوز ايه؟ تحب تبقى من فوق ولا من تحت؟ يا سيدي اي حاجة، فوق تحت كلها واحد. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ انا عارفك، انت مشهور صح؟ صح. ايوه ايوه. ولعيب يعني؟ لا لعيب. ربنا يخليك يا سيدي. ايوه صح صح. انت رامي صبري المطرب؟ اه. انت بالك قد ايه في السجن؟ يا كتير. ما انا قلت برده كتير قوي. ايوه ايوه. طب يلا بقى
سمعنا حاجة وما تقوليش عندي برد والجو ده. يلا يلا يا دغور من هنا. ده كده يا استاذ رامي. يلا ده مش هيقلك. ده انا بحبك يا استاذ رامي. قلاش قلاش اطيب واحد قابلته هنا، كان شغال في السيرك بيدرب القرود. اعزائي المشاهدين، دلوقتي معادنا مع لعبة الموت. القلب ضعيف ما يبصش يا جماعة، يخلي اللي جنبه يحكي. هو انت صحيح قتلت ضابط شرطة؟ انت هتوديني في داهية ولا ايه؟ ضابط ايه اللي قتلته؟ لا ده امين شرطة خبطته بالعربية فعملت له عاهة مستديمة بس مش اكتر يعني. طب ليه ما عوضتوش بفلوس وخلصت؟ طلب 2 مليون بس. بس طب ما تديله 2 مليون وانتوا بتكسبوا شوية؟ ده اكتر ناس بتكسب لعيبة الكورة والمطربين وبتوع الكارتة. ما كان فاكرني زيك كده من اللعيبة اللي بتاخد ملايين. انت لعيب كورة اسم الله عليك. انت بتشوف اللعيبة اللي بجد؟ اللي بجد ازاي يعني؟ اللي بحقه حقيقي يعني. اه بشوف اللعيبة اللي بجد. طب حسام حسن واحد ولا اتنين؟ واحد ولا اتنين؟ اه لا اربعة بس اللي بيلعبوا اتنين. طب حسام غالي ماله؟ بكام؟ انت عبيط يالا ولا في ايه مالك؟ ما بتحرق في ايه؟ دي في ايه؟ في ايه؟ يا راجل جديد. ما احنا بنفهم منه. ايه تفهم ايه انت؟ انت هتاكل من دي ولا من دي؟ مش واخد بالي لا مؤاخذة. هتاكل من دي ولا من دي؟ هاكل من دي. وانا هاكل من دي. ايه ده؟ ايه الاكل ده؟ ده عدس، اعتبره ريزوتو افيك لو شامبينيون. مين ده؟ ده عادل. عادل مين؟ عادل السرجان. عادل ابن واحد من اغنى الناس في مصر وعنده اكبر شركه دعايه واعلان في الشرق الاوسط. كان مصاحب ممثله معروفه جدا، مش كان بيموت فيها، ده كان بيعشقها وكان مدلعها اخر دم. وفي يوم واحد صاحبه جه قال له انها بتخونك، فأجر واحد يراقبها، ولما اتأكد قرر انه ينتقم بطريقته. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة وليها سحر جديد، ليها خلاف تروح لما بتبعد بتروح لبعيد. يا سلام يا جماعه، والله انتوا هونتوا عليا فتره السجن اللي لسه ما بداتش دي. اه والله لا ده احنا لسه عندنا اغاني كتير قوي. ما تهربش. اه والله انت ما بتغسلش معانا ليه عاد؟ المضطر هو اللي يغسل، وبعدين دي شغله ستات. شغله ستات؟ هي دي بس شغله الستات؟ الستات عندهم ما هو اجمل احلى ألذ. ايوه بقى، ايه الحتت الجميله في الست الحلوه يا باشمهندس؟ شوف يا ديبه، من ايام الفراعنه كان في اله للتزاوج. اسمه ايه بقى هلال التزاوج ده؟ اله التزاوج. ايوه اسمه ايه؟ جابر، على اسمي جابر هميز، ومن هنا جه المصطلح بتاع يوم الهميز. هو اي فتي وخلاص. على فكره الفراعنه كانوا حجاره معروفه. على فكرة انت كذاب ومياس، ولو تعرف ستات اكيد دول قرايبك وشبهك. عموما يا عدول انا مقدر قوي الظرف اللي انت فيه. الله انت قليل الادب. ايه ده الشناوي الشطارة دي؟ ده انت ما شفت الشناوي ايام العاد. امال انت محبوس في ايه لما ما خدتش طار ابوك؟ انا طخيت الوقت اللي جت لابوي بس وصفته بس. وهو ابوك اتقتل ليه؟ الانتخابات. عندنا في البلد الانتخابات تمشي بالدور، والسنة دي كان ابوي عليه الدور ينزل الانتخابات. واد عمتي قال له لا دوري احنا في جمعية. قبوها ابوي قال له عيب عليك ياد، انت ايه ده انا خالك. قال له لا انا ماليش اخوال. ابوها صعبت عليه نفسه. ياه ده ايه الموقف المؤثر قوي ده؟ ندهلي شناوي قلت له ارخي. قال لي واد عمتك. قلت له اقتله. طلع الطبنجه وراح قتله. موت ابن اخته؟ راح اخو الواد قتل ابوي. موت خاله؟ وراح طلعت اخه بس ما ماتش. ده ايه العيله المعفنه دي يا شناوي؟ اه والله ده انتوا عيله معفنه يا حبيبي. انتوا سمعتوا عن صله رحم والحاجات دي ولا ما سمعتوش؟ بقول لك الناس كلت وش في البلد.
طبعا اي فريق كره في العالم بيبقى محتاج دكتور، بس احنا للاسف ما كانش قدامنا غير جاب. شعري قصر. يلا لقطه بسرعه شويه لقطه. صوت شويه اكسجين. اعمل ايه يا دكتور؟ انت تخرس خالص. اي انت بتعمل ايه يا جابر؟ انت مش دكتور نسا؟ لا انا مش نسا بس. امال ايه؟ لا انا نسا وولاده. ها دكتور في ايه؟ اهدى هتبقى احسن دلوقتي. قول لي عدول، هي اخر مره جات لك امتى؟ هي ايه دي؟ الازمه دي. مش عندك كفاخ ولا حاجة؟ كفاخ ايه ونيلة ايه؟ انت هتشخص كمان مش معانا دكتور؟ يا دكتور! الحجري! خلاص لا لا جبرنا جبرنا لا لا شناوي اهدى خير. وانت لقيت ايه؟ للاسف ما لقيتش حاجه. استر علي. معلش ابننا ابننا برضه ابننا يا دكتور. قصدك بنتنا. هتبقي كويس. احب اطمنك يا باشا انك معاك حته فرقه بسم الله ما شاء الله حاجه نيله. ايه ايه حاجه جميله والله العظيم ده حاجه جميله جدا. انا نفسي حضرتك تيجي وتشوف. انا بس كنت عاوز اعرف حضرتك بلغت حد من المسؤولين او من الوزاره؟ يو وبعدين يا كمال قلت لك لما افضى حاجه اتفرج واتملى في جمالك انت والنجوم اللي معاك. براحتك يا باشا. كمال كمال يا كمال انا سرقته يا كمال سرقته يا ناس سرقته يا اخي. موبايل مين ده يا كمال؟ ده موبايل المأمور. شوفوا يا جماعه صدقي منفض للموضوع بتاعنا تماما، ولو هو مش عاوز يروح لحد مسؤول عشان يعرض عليه الموضوع نبقى احنا نجيب المسؤول لحد هنا. ماشي انا معاك في كل اللي انت بتقوله ده، بس مش لدرجه ان احنا نسرق موبايل مأمور السجن. احنا لو اتقفشنا هيبقى فيها 6 اشهر زياده. ما تقلقش انا قافل الموبايل لحد ما نشوف هنعمل ايه. طب وانت ناوي تكلم مين من الموبايل؟ وزير الداخليه. ده يسجننا ده. نعم حبيبي. وزير الداخليه ده يسجننا. انا مش عايز السجن. ده على اساس ان احنا هنا في داندي مول. طب انت هتقول له ايه بس يا كمال؟ ايه على كده؟ انا بس قبل لما اعمل اللي هعمله ده عايز اعرف حاجه، انتوا ناويين تكملوا معايا لحد الاخر ولا عاوزين تقفوا هنا؟ احنا رجاله احنا معاك. يبقى توكلنا على الله. السجن ده تلاقي صدقي بيدور على الموبايل بتاعه. طيب خد يا تعالى منك خد يا تعالى. راح فين يا جاب؟ راح فين؟ لا ده انا كنت راح اقول للمأمور بس نطمنه ان احنا لقينا موبايل. بعتوني فجأة؟ طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما هو هيفضل يرن. الو الو ايوه الو. ايه ده صلى صوت ده ولا ايه؟ الو الو ايوه مساء النور. ايوه كده اتكلم. التليفون اللي بتكلم منه ده متهيألي بتاعي انا الحرامي.
ده انت بيجح قوي. سرقته ازاي؟ هقول سرقته ازاي؟ انا مجهود. انت فين انت؟ انا اني وقع الساعه نمسك النقاش. عايز ما لقيتش اتنين؟ Excuse me, I don't understand you. Can you speak slowly, slowly? You will use the English. Look, it's me. It's me. Do you love me? You love me? Do you need me? You need me. يا ابني التليفون فين؟ أمني بقى الساعة 2 في الإنقاش. ولو ما جتش الساعة 2 و5 أنا همسح الإنعام من على الموبايل. ما أنا ما فهمتش ولا كلمة إلا بكرة بس. بكرة وبعد كده مو 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 مو. إيه اللي أنت بقى عايز تقول لي؟ Sorry, I have to go. Sorry, I am have to go. ماي ماي يا حنين. في الجراج؟ جراج إيه؟ وده مسجل وزير الداخلية إيه ده؟ الحاج عبد السلام، الحاج عبد الحميد، الحاج عبد المعطي، بيبي،